السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا في درس جديد من دروس المايكروسوفت ايجور انفراستراكشر از ا سيرفيس. النهارده إن شاء الله هنكونكت على الويب سايت بتاعنا اللي احنا عملناه الدرس اللي فات من بره الايجور. احنا لما عملنا الويب سايت قدرنا نوصل له من جوه الفيرتشوال ماشين بتاعتنا، وقلنا إن احنا في الدرس الجاي اللي هو درسنا النهارده إن شاء الله هنقدر نوصل للويب سايت ده من بره الايجور، يعني من المكتب او من البيت او من اي ماشين تانية مش من بيئه المايكروسوفت ايجور. نعمل ده ازاي؟ خلينا نروح للفيرتشوال ماشين بتاعتنا ونتاكد انه الويب سايت بتاعنا ستيل ران. تمام، دلوقتي الويب سايت بتاعنا نقدر نكت عليه من جوه الفيرتشوال ماشين، بس احنا النهارده هنكونكت عليه من المفترض من بره الفيرتشوال ماشين، وعلشان اعمل كده لازم اكونكت بالاي بي ادرس، الريال اي بي ادرس اللي مايكروسوفت بتديهوني علشان اقدر اعمل كونكت على الفيرتشوال ماشين ديت من اي مكان اللي هو ده. هنعمل ده منين؟ هنروح للبورتال بتاعتنا، هنروح للفيرتشوال ماشين، نختار الويب 1، نروح نتوركينج، هيقول لي انت البابليك اي بي بتاعك اللي بيقدر يوصلك للفيرتشوال ماشين ديت هو ده، اضغط عليه واخده كده كوبي. لو رحنا هنا حطيناه في البراوزر وقلنا له انتر، من المفترض ان هو مش هيوصلني لاي شيء، ده لاننا قافلين البورت ال 80 او ال 8080 الخاص بال HTTP او ال HTTPS. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لازم افتح البورد ده علشان اقدر اكونكت على الويب سايت من بره الايجور، وعشان اعمل كده هروح للفيرتشوال ماشين بتاعتي اللي هي ويب 1، واقف على النيتوركينج واقول له انا عاوز افتح لك بورد. يعني لو اخترت النيتوركينج من هنا هيظهر عندي البورتات المفتوحه اللي هي البورت مثلا اللي انا فاتحه للار دي بي علشان اكونكت على الفيرتشوال ماشين بتاعتي ريموتلي. ده باي ديفولت قلنا لازم يكون مفتوح علشان اقدر اوصل للفيرتشوال ماشين بتاعتي. طيب انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ انا دلوقتي عاوز افتح البورت اللي يمكنني ان انا اكونكت على الويب سايت بتاعتي من بره الايجور، فبالتالي هقول له اد بورت رول، هقول له البورت بتاعي اللي انا عاوز افتحه هو 8080 او 80 بس على اعتبار ان هو HTTP، وهسميه النيم IIS اد. تمام، انا هنا هروح للفيرتشوال ماشين بتاعتي وهروح اشوف ال IIS السيرفيس بتاع ال IIS ايه البورت المفتوح عليها علشان افتح نفس البورت اللي موجود على الفيرتشوال ماشين بتاعتي. فبالتالي لو رحنا هنا واخترنا الويب سايت بتاعنا وقلنا له البيندنجز، هيظهرني ان البورت 80 بس هو اللي مفتوح وهو HTTP. انا ممكن من هنا اعدل عليه او ان انا اضيف بورت تاني انا عايز افتحه، وفي حاله ان انا ضفت بورت تاني لازم اروح كمان البورتال بتاعتي احط نفس البورت. تمام، هروح انا هنا ضايف 80، اوكي لو عملت كده بكل بساطة قدرت اوصل للويب سايت بتاعي من بره الفيرتشوال ماشين، من بره المايكروسوفت ايجور، من البيت او من الشغل او من المكتب، من اي مكان، من خلال البابليك اي بي بتاعي اللي مايكروسوفت اوريدي موفره لي علشان اكونكت على الفيرتشوال ماشين بتاعتي. تمام جدا. طيب انا هنا داخل HTTP، لو رحنا كده فتحنا وقلنا كده هيظهر لي ان ال HTTP. طيب انا لو حبيت ادخل HTTPS اللي هي Secure هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، لو عملنا كده بالتالي انا مش هقدر اكونكت على ال HTTPS، والسبب طبعا من المفترض ان احنا نكون عارفينه علشان انا مش فاتح البورت الخاص بال HTTPS. تمام،
البورت الخاص بال HTTPS رقمه كام؟ انا لو عارفه اوكي هروح على البورتل بتاعتي واحطه علشان اعمل له اوبن. طيب لو مش عارفه بكل بساطه هروح لجوجل وهكتب هنا HTTPS تمام بورت، هيطلع لي هنا شايفين 443. انا لو رحت كده وقلت له انا عاوز افتح لك البورت الخاص بال HTTPS بالطريقه اللي احنا فتحنا بيها البورت الخاص بال HTTP، من هنا هقول له اد بورت رول وهقول له انت البورت نمبر بتاعك 443 تمام، واخلي الاعدادات باي ديفولت هي مش هغير فيها حاجه، وممكن اديله نيم مثلا انت HTTPS، والنيم ده يعني مش شرط تكتب له اي نيم ولكن ريكومندد ان انت تكتب نيم يعبر عن البورت اللي انت فتحته، وممكن هنا في الديسكربشن تختار انه HTTPS port for our website. دي علشان تنوت لينا ان احنا نعرف احنا فاتحينه ليه. تمام هقول له اد تمام، هو كده فتح لي البورت اللي هو 80 والبورت اللي هو 443. لو عملت ريفرش كده هيظهر معايا. تمام اوكي البورت اهو اتفتح. تمام هل لو انا رحت كده عملت كونكت هنا عن HTTP وناديت السايت بتاعي اللي على الفيرشوال ماشين هيرد عليا؟ باي ديفولت مش هيديني اي نتيجه. ليه؟ طب ما انا فتحت البورت الخاص بال HTTPS. بكل بساطه لانه بيروح يخاطب الفيرشوال ماشين ويقول لها وديني على ال HTTPS، هي هنا لسه ما تعرفش ايه هو ال HTTPS لان انا ما فتحتوش على ال IIS بتاعتي، فبالتالي انا مطالب بان انا افتحه كمان هنا. فهقول له اد عايز بورت خاص بايه بقى البورت ده؟ انا فاتح لك ال HTTP. هقول له لا معلش افتح لي كمان ال HTTPS. تمام وهو هنا باي ديفولت اتعرف على البورت تلقائي وقال لي انت عايز ال HTTPS اللي بورته 443. هقول له ايوه لو سمحت افتحه. هنا انا لازم على اعتبار ان ال HTTPS اللي هي هايبر تكست ترانسفير بروتوكول سكيور، وما دام سكيور لازم احط لها سيرتيفيكيت، شهاده بتشهد ان الويب سايت بتاعي ده سكيور يعني امن ان الناس ممكن تدخل عليه وتفتحه من اي مكان. فبالتالي انا ما عنديش سيرتيفيكيت ومش هشتري سيرتيفيكيت، فهختار السيرتيفيكيت الباي ديفولت نازله مع السيرفيس اللي اسمها IIS. اختار اي سيرتيفيكيت من دول واقول له اوكي شكرا افتحه. كده انا عندي ال HTTPS لو رحت من بره ناديت بيه هيرد عليا الويب سايت ده، ولو ناديت بال HTTPS من المفترض كمان هيرد عليا نفس الويب سايت. تعالوا نجرب من هنا، لو نادينا المره دي ال HTTPS ده هنا بقى بيقول لي ايه؟ خلي بالك ان الموقع اللي انت داخل عليه ده مش امن. ليه ما انا حطيت شهاده؟ هيقول لي معلش انا الشهاده دي بتاعتك مش قادر اتعرف عليها او ما اقدرش ان انا اعمل لها ريزولف علشان افهم هي جايه من منين ورايحه فين بالظبط. فكره الشهادات انه في مواقع او جهات بتديك شهاده ان الويب سايت بتاعتك ده امن. انت بتطلب الشهاده اللي هي السيرتيفيكيت للمواقع بتاعتك او الابلكيشن تمام من الجهات الموثوقه اللي بتمنح شهادات زي جودادي زي كلاود فلير زي يعني جهات يعني مش موضوعنا ولكن هندي هنت بسيط جدا. فانت بتروح تدي المعلومات بتاع الويب سايت بتاعتك زي الويب سايت نيم، الجهه اللي قايمه على الويب سايت ده، المسؤول اللي بيدير الموقع ده، فبتديها المعلومات ديت للجهه المسؤوله عن اصدار الشهادات وهي بتدي لك شهاده بمقابل مادي. انت الشهاده دي حضرتك تاخدها بتحطها على الويب سايت بتاعك بحيث ان الناس لما تكونكت على الويب سايت بتاعك بال HTTPS تقدر تكونكت بكل سهوله وما تطلعلوش الرساله دي. فبالتالي انا ما عنديش شهاده، انا حطيت اي شهاده كده علشان يعديني. فانا ممكن هنا اقول له متقدم واقول له انا متفهم انا عارف ان الموقع ده نون سكيور بس انا عاوز ادخله علشان اشوف. تمام انا لو ضغطت هنا
هيبدأ يوديني على الويب سايت بتاعي بالبروتوكول ال HTTPS، وهنا هيطلع لي alert او انه الويب سايت ده قال لي غير آمن. ليه؟ لان الشهادة بتاعته اللي محطوطة انا ما اعرفهاش وصدر من جهة مش موثوقة بالنسبة لي. تمام كده، احنا عملنا ايه النهاردة؟ احنا قدرنا نكونكت على الويب سايت بتاعنا من جوه الايجور ومن بره البورتال او من بره الايجور بتاعنا. تمام، في ايه تاني ممكن نعمله؟ في ان احنا ممكن نعمل DNS name للويب سايت بتاعنا، بحيث ان انا بدل ما اقول له افتح لي الويب سايت اللي على الاي بي ده، اقول له افتح لي الويب سايت نيم بتاعي اللي النيم بتاعه كذا، لان انا ما اقدرش ادي للناس اللي بره الاي بي بتاعي واقول له اتفضل الاي بي بتاعي اهو عليه ويب سايت، فاتفضل يعني ادخل الويب سايت بتاعي وشوفه، لانه ببساطه شديده جدا ممكن حد يكون يعني عنده خبره او نوع من الاحتراف شويه في انه يهاك عليا او انه يحاول يعمل اي ضرر على الويب سايت بتاعي، على اعتبار انه خلاص بقى معاه العنوان اللي بيوديه للويب سايت ده. تمام، نعملها منين؟ نعملها من هنا ومن نتوركينج وانا واقف. تمام، اضغط على الويبس البابليك اي بي بتاعي، وخلي بالكم هنا احنا لازم نحط دي ان اس. ليه؟ لان ده بيتغير. انا لو دخلت بكره او دخلت بعد اسبوع على الفيرتشوال ماشين بتاعتي هلاقي ان مايكروسوفت اديتني اي بي مختلف. علشان احل الكلام ده هدخل هنا اهو على الاي بي بتاعي، هقول له كونفيجور، هيقول لي ان الاي بي ادرس اللي انت واخده ده نوعه دايناميك. دايناميك يعني متغير، يعني هتدخل بكره هتلاقي اي بي مختلف. طيب انا ايه الفايده لو لقيت اي بي مختلف؟ انا خلاص الاي بي ده عرفت انه بتاع الويب سايت ده، فبالتالي لما يتغير انا مش هقدر اوصل للويب سايت مع اني فاتح البورت الخاص بال HTTP وكمان فاتح البورت الخاص بال HTTPS. فعلشان اتجنب الوقوع في المشكله دي هقول له معلش خليه له ستاتيك، يعني ما تغيرهوش. تمام، قال لي ان ده اسوشييت، يعني هيبقى مرتبط بالفيرتشوال ماشين اللي اسمها ويب 1. تمام، و يعني احتماليه ان انا اعمل ريستارت للفيرتشوال ماشين، هقول له اوكي انا ما عنديش اي مشكله في الكلام ده، ولكن خلي لي الاي بي ادرس بتاعي ده ستاتيك ما تغيرهوش كل مره، علشان الناس اللي بتكونكت على الويب سايت بتاعي من بره تقدر توصل. اقول له سيف، هيبدا يعمل لي سيف للسيرفيس اللي انا طلبتها. اوكي، هو كده عمل ايه؟ سيف للاي بي ادريس تشينج، ان انا خليته بدل ما هو دايناميك متغير خليته ثابت ستاتيك، بحيث ان انا كل مره ادخل على الفيرشوال ماشين بتاعتي الاقي نفس الاي بي ادريس مش متغير. هنا انا ممكن اديه بدل ما اكونكت بالاي بي ادريس اكونكت بالسايت نيم. طيب السايت نيم بتاعي ممكن اخليه مثلا ويب سايت 1، هيقول لي اوكي ده متاح بالنسبه لك ممكن تاخده. اوكي انا موافق، سيف. هنا هو بيعمل ايه؟ هو هنا بيربط الدي ان اس نيم بالاي بي ادرس اللي انا عملت له ستاتيك. وكده انا ممكن بكل بساطه اروح انادي على الويب سايت بتاعي يا اما بالاي بي ادرس وقلنا دي مش سكيور، يا اما انادي عليه بالدي ان اس نيم اللي انا حاططه. تمام، انا ممكن اروح هنا على بروبرتيز، هيقول لي انت الدي ان اس نيم بتاعك اهو، هاخده كده كوبي وهقول له لو سمحت كونكت على الويب سايت نيم بتاعي اللي هنا. بكل بساطه هيفتح لي الويب سايت بتاعي هنا. انا ممكن بقى بعد كده يعني كخطوه اللي عايز يخلي الفيرتشوال ماشين بتاعته كويب سايت او كويب سيرفيس هياخد ده، واي اي هوستنج بروفايدر هيديله النيم ده علشان يعمل له هوستنج او يببلش الويب سايت بتاعه اوفر انترنت ويخليه متاح بالنسبه للناس. وبكده يكون بفضل الله درسنا النهارده خلص، وقدرنا نعمل فيه ان احنا نعمل كونكت على الويب سايت بتاعنا من بره الايجور
سواء من البيت او من المكتب، تمام، وان احنا نعمل ستاتيك للاي بي علشان ما يبقاش دايناميك متغير في كل مره ان انا اكونكت على اي بي مختلف. وقدرنا كمان نفتح البورت الخاص بال HTTP والبورت الخاص بال HTTPS، وعرفنا الستبس بتاع الاد بورت، وكمان عملنا دي ان اس نيم، وقدرنا نحول الاي بي ادرس بتاع الويب سايت بتاعنا من اي بي ادرس لنيم. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.